في خلال ال3 ساعات المقبلين شو رح بيكون بانتظارنا بعالم الصباح من شخص؟ بحل إذن هذا بما يختص بفقراتنا، تذكير كثير سريع انه دائما فيكم تتواصلوا مع عالم الصباح، وانا دائما بقول كل وسائل الاتصال يلي بنعرفها هي متاحه لكم لحتى تقدروا دائما تبعتوا لنا كل اقتراحاتكم واسئلتكم، وتعرفوا شو الاشياء يلي حابين انكم تستفسروا عنا اكثر. وطبعا كل الموجودين من فقرات مذيعات وغيرهم كلهم اختصاصيين بهال، كل واحد بمجاله قادرين انهم يعطوكم الاجوبه يلي انتم بانتظارها. رح ننتهي لحتى نكون مع اولى فقرات عالم الصباح لليوم 13، مثل ما قلت ان شاء الله ما حدا يشكل له اي ازمه. عاده كارمن بتقول انه الارقام ما لها ابدا علاقه، لحتى نشوف اذا تحركات الفلك هن شو بيقولوا عن الحظوظ لليوم. العين بعالم الصباح عنا بعد كثير من الفقرات والضيوف اللي رح بيكونوا موجودين معنا، انما بريك صغير ومن بعدها بنكون مع روى، انما هالمره من خارج الاستوديو عم تحكي. مشاهدينا روى موجوده بدبي رح ناخذ منها تفاصيل اكثر عن مؤتمر عم بيعقد حاليا حول السكري، وهالمؤتمر هو المؤتمر الشرق اوسط الاول للجمعيه الامريكيه لمرض السكري اللي عقد بين 10 و13 صباح الخير غدا، كيفك؟ الحمد لله، كيفك انت؟ 3 ايام مؤتمر، بعتقد كانوا حافلين ما هيك؟ مظبوط، هو المؤتمر يعني انعقد الاسبوع الماضي اللي هو للجمعيه الامريكيه الامريكان دايابيتس اسوسيشن، لكن ضل في فعاليات ونشاطات عم بتصير على هامش المؤتمر، يعني المؤتمر العلمي انعمل لكن هلا عم بيكون في كثير ندوات توعيه ونشاطات للاعلاميين والصحفيين لحتى يعرفوا اكثر، لانه بتعرفي الندوات العلميه مش الكل بيقدر يتشاركوا بخبراتهم وابحاثهم عن مرض السكري. طيب قد ايه الاشخاص اللي كانوا مشاركين جايين من بلدان ثانيه؟ تفاصيل اكثر يمكن هالبرنامج والمشاركين. نعم، هلا اهميته انه اول مره هيدا اول اجتماع هن الجمعيه الامريكيه للسكري بتنعقد عندها انيوال، مثل عم نضوي الضوء الاحمر انه نحن بمنطقه الشرق الاوسط السكري عندنا عم بيصير مشكله كثير قويه، ومعدل السكري بمنطقه الشرق الاوسط الاشخاص اللي عندهم السكري خصوصا النوع الثاني عم بيكونوا نسبه كثير عاليه. يعني حسب نتائج المؤتمر غادة، نحن متوقع بتعرفي بكل شيء في توب 10 بالعالم، العشرة الأول بالعالم بالموسيقى بالفن، نحن مع الأسف رح يكون من هلأ لسنة 2030 5 دول من منطقة الشرق الأوسط رح يكونوا ضمن 10 الدول الأوائل بالعالم اللي هن أعلى نسبة للسكر. وعندنا مثل ما قلت لك بمنطقه الشرق الاوسط كثير عم بيكون نسبته عاليه، لانه عندنا نمط الحياه عم بيتغير، طريقه اكلنا عم تتغير، والكشف المبكر كمان ما عم بيكون مظبوط، يعني ما عم بيكون في متابعه لنقدر هالاشخاص نكمشهم او نكون في تشخيص لما يكونوا بمرحله بري دايابيتك، يعني هن المرحله ما قبل السكري، لحتى نقول لهم انتبهوا لحتى ما تفوتوا بمرحله السكري. فعم بيكون التشخيص متاخر، والأسوأ كمان اللي ركز عليه المؤتمر الـ ADA إنه ما عم بيكون في متابعة بالعلاج، التزام بالعلاج أكثر لحتى نتفادى المضاعفات، وأهم هي أمراض القلب والشرايين. فهي مشكلة كثير كبيرة عم بتكون بالعالم وبمنطقة الشرق الأوسط، لأنه بتعرفي في تكلفة اقتصادية، تكلفة صحية، وفي مشاكل كثير بتنتج عنا بتأثر على حياة الشخص وإنتاجيته وممكن تؤدي للوفاة كمان. اللي هي زيادة الوزن يلي كمان صارت عم ينحكى عليها انه صارت كأنه وباء عالمي عم ينتشر وخصوصا عند الأطفال، هالشيء بفتكر كثير عم يتزامنوا مع بعضهم. التوصيات بتصدر او صدرت او كيف اليوم النهار رح بيكون؟ التوصيات اللي صدرت هي عدة أمور، بس بدي أرجع أذكر إنه المؤتمر الجمعية الأمريكية للسكري هو انعقد بدبي بدعم من حكومة دبي وهيئة الصحة بدبي اللي هي وزارة الصحة، وكانوا مشاركين بالتحضير أو الجهة المشاركة بالدعوة هي الجمعية الإماراتية للسكري. هلأ أهم الأمور هي إنه يكون في كان في سبيكرز أو محاضرين من المنطقة ريجنال يعني إقليميين، وحتى من الخارج ليكون في مشاركة
بالابحاث ونقارن نحن بالشرق الاوسط شو عم بيصير عندنا، المقاومات المدنيه اثرت عليهم اكثر، نحن صايرين عم نلحقهم، وبمحلات بامريكا قدروا يخفضوا معدل السكري نحن عم نزيد اكثر، يعني عم نسبقهم بهيدا الشيء، وهيدي شغله كثير خطيره. كمان في تركيز اكثر على انه التوعيه، والتوعيه مش بس للمريض او للناس، التوعيه للاطباء حتى انه كيف يتابعوا مرضاهم وكيف يخلون يلتزموا بالعلاج وكيف ينبهون على المضاعفات. يعني انا مش بس بروح عند الطبيب بيقول لي طيب انت بدك تاخذ هالدواء اذا عندك سكري من النوع الثاني، وبنبقى بنشوف بنعمل فحوصات ورجعني، بده ينبهوا على الكوليسترول، بده ينبهوا على الضغط، على كل الوضع وقديش في ممكن يكون له مضاعفات، على المضاعفات وكيف يقدر يتفاداها ويكون في التزام بالعلاج. فالتوعيه عندها عده اوجه، وكان في جزء كبير من المؤتمر تركيز على توعيه للهيلث كير بروفيشنالز، يعني كل الاشخاص اللي لهم علاقه بالقطاع الصحي سواء اطباء ممرضين ممرضات كل الجسم الطبي، لحتى يكون في يشتغلوا توعيه على الارض مع كفريق متكامل يعني يحيطوا هالمريض هيدا حتى ما اكثر تتفاقم الحاله. رواء الاسبوع اللي جاي رح تكوني معنا بالاستوديو اكيد لحتى نحكي بعد تفاصيل اكثر. طبعا رح حضركم لقاءات اكيد مع كثير من المشاركين كمان رح نقدر يمكن نشوفها ونطلع نعم. عليها وعلى تفاصيلها. صح، ميرسي لك. ميرسي غاده، ميرسي، باي باي. باي. اذا هذا كانت اخر اخبارنا اليوم بصحة السلامة، لحتى نتابع رح ننتقل لعند الشبشادي وعنا تحضيرات بلشت من بكير. كل المشاهدين وبعرف انكم صرتوا كثار، وبعد بدي اكثر انكم تتصلوا وتقدروا تشاركوا معنا بهالحمله يلي عم ندعمها، يكونوا كثار لحتى تقدروا تتبرعوا ومن خلالها تحصلوا على الهديه. عم ترقص عم نلحق هيدي اليوم رح نحكي هلا اكيد في احمر على شوكولا. اذا شوكولا شوي كاكاو. ميرسي لك. اذا بعد شوي كل اللي حابين يعرفوا كل هالتفاصيل شيف شادي رح يرجع يعطيكم اياها، وهالمره يكتبوها على الدفتر يلي هن دائما حاطينه عندهم بالبيت وكاتبين عليه وصفات عالم الصباح من الشيف شادي. رح ننتهي لحتى ناخذ بريك صغير كمان مره، من بعدها بتنضم لنا لما بيشوي جديدة لحتى تطلعوا هيك بأبهى حلة. وبعرف انه في كتير اشخاص يمكن ما عندهم وقت، منهم قادرين انهم يجددوا بتيابهم وتفاصيلها كل سنة، مشان هيك لما موجودة حتى تعطيكم بعد اشياء تبس جديدة. صباح الخير. شو فيني او اذا انت شد شعراتك بطريقة هل هات لانه ما كتير تفوتي على الرسم عليها شوي دايما خلوا راسكم يتنفس نحكي، وخلينا نحكي كيف بدنا نحكي.